مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القصة ديال سارة أم السعدية، كان عندنا مجموعة من الأسئلة تطرح في الرأي العام، درجناها مع سارة اللي جاوبتنا بشكل تلقائي بطلب عدد كبير من المغاربة أننا نشوفوا الموضوع مع أم السعدية. أول مرة غادي نتناول معها الموضوع، تبعوا معايا. أم السعدية لاباس؟ لاباس وليدي، الحمد لله. دير أنت الشكر على عشري حياتك ولاد وولد بي أسرة، ولينا كنت مزوجة الراجل ما كيخلينيش نبيع نشري، تبقى صغيرة وزوينة مقطعة. شحال من راجل تزوجتي بيه؟ ستة. وما عندكش الوليدات؟ لا، ما كان ولد داروا ليا الجيران، سكنت مع شي شهر بعد واخدينهم الصغار وداروا عطاو لبنت عمي ساكنة معاهم ودارت ليا في العومة ديال 7 أيام، دارت ليا على 40 عام. كوميسير تاني عند واحد السيدة قالت ليا بنت الناس دايرين لك الفلانة وفلانة وفلانة وفلانة، بيمكنها سكينة على 40 عام، ملي تعيدي 40 عام لا تزوجي ولدها حتى ولدي. قلت أنا ما قدرتش، قلت أنا ما إلا سلقني. عمرك ولدتي الولاد؟ أبدا، ولا ربيت الولاد. شحال ديال الولاد اللي ربيت؟ ربيت 3، واحد ما قال لي سر السلامة، واحد جبلي باش يشوف الموت مات سداتو من دخانت زوجاتو البنتا، دابا راه كاين في فرنسا. ربيت بنت تا هي سديتها زيادة حتى كملت عندها 20 عام، وناضو امها خادم ديال واحد لاباس عليه وعندها الفلوس وداوها شي عبديات، قالها ودي نحيدو لك بناتك باش ما تعرفش تروح مكيرضوش. كان واحد تقالي عملها وما رضاش، قالت لي راه ودي نديوك الدواء بركو كيسر الوادك الروز والحرمل، بقاو الى زعمي خسروا هي قد قلبت تاكل ولا كاع فلوسها. طيب يعني انتي ما عمرك ولدتي الولاد؟ ابدا. دابا قبل ما نشوفوا انا وياك القضيه ديالك انت وساره، كيفاش تلاقيتي انت وياها؟ كيفاش ولات معاك؟ بلاتي قبل دابا كنسولك على كيفاش دوزتي انت في الدنيا، يا مات الصغر ويا مات. كاينين شي ناس كانوا دو معايا ملي بغيت انا نبحث، تعرفي شنو نبحث؟ بغيت نبحث انا في الموضوع ديالك، قالوا لي انت كنتي قابله كتولدي العيالات. بصح لا، عمري ما كنت قابله. امي كانت قابله وما كتخلصش، اللي قبل هذا كتاكدا ما كتخلص ما والو الله يرحمها. انا لا، انا ماتت لي هاد البنت. انت ما كنتيش خدامه في السبيطار؟ لا، كنت مركده بنتي 4 سنين. شكون هاد بنتك هادي اللي قلتي ربيتيها؟ هادي مرضت ليا وركدتها. وهاد دابا الدراري اللي كتاخدي انت كتربيهم اللي قلتي ربيتهم، ملي كتجيبيهم؟ كل وحده كتعطيني، كنعطي بفلوس كيجيبوا لي الدراري. حتى الناس قالوا لي كتبيع وتشري في الدراري ملي كيتزادوا. انت كتعرف هذاك اللي قلتي لي سلماني ولد فاطمه اللي قلت سول ابو السماجي، انا قلت لك هذا واحد جابتو لي لي تمو وقول لي واش هما كيجيبو ليا ولا كنبيعو نشري فيهم، عمري ما بعت سلت الدراري. وهذوك اللي خديتي انت قلتي لي غير 3، هما الناس كيقولوا شي 10 وكثر. هاد الولاد كلهم، هاد 3 اللي ربيتي انت، 3 هما اللي ربيتي؟ ربيت بنت وربيت هذوك 3 دراري كبروا، فهمتي؟ تاهما مشاو برا، وهاداك الدري قلت لك سادو خالتو دابا راه كاين برا، هادوك عرض ربيتهم وميتي ليا 3. امك ملي كانت قابله ما كانتش كتهي تاخذ شي دري تعطيه لك تربيه انت ولا؟ لا، ما كانت بحال دابا عندك مرتك كتجي تقول لها امي شتو كيدالي، كتتولدها وتقابلها تتوكل على رجلها تخلص تقول لا. وهادو اللي خديتي، هاد 3 اللي خديتي انت ربيتيهم، اللي خديتيهم شكون كان يعطيهم لك؟ وحده كتعطيهم. شكون هاد وحدات؟ بكري ما كنت كتب عينك عيالات كنشوفها بغات تدي الخيريه ما كيقبلوها، كنقول لها ري ليا كتقول لي هي، نقول لها لا الراجل بيخاف على ويخاف مني. دابا هاد الناس القدام الجيران اللي كانوا عندك اللي قالت لك كانت تبيع وتشري في الدراري من يلا كيتزادوا، ما كاينش هادشي. انا نقدر نصيبتك الوزير ونسول في الوزير ولا في السعوديه
واش كنت فيه وتجيب تراري يقول لك لا كنت تربي وتكبرهم تقدر تمشي لما تيقتيني هتنعتك العنوان وتمشي وتسول عمرني وسنة ما غلاظر تكشيري درت وطهرت ودرت العرازات وكبرتهم وكسيتهم ومني كبروا ما بقى عارفك فيهم تواحد لا عندي ولدي دابا تراني مشكل على بتركيا عنده واحد خينا كان بغى يقرا ما بغاش يقرا ليا مشى قدام هاد الناس لاباس عليهم برك حداه خرجي ولدها قال لي مالك انا بغيت مي بغيت تقريني انا بغيت نبيع ونشري بحالا قال لي اش غتولي ولدنا قال لي تنقول انا مي قال لي يا بابا بغاو يشدوني دار العجب تي غازين تي راه يقروك هاديك كبروا هاد الناس قروا انا قريب لفتك كيجي يشوفني كيمشي عندهم قاعدهم تكبر هادي تعاودي ليا على سارة كيفاش تلاقيتي مع سارة انت وعرفتي سارة انا كنت هاد عداد المرأة اللي بعدها ولدي كنت بيت عدها ياك خرج من عدها جايبها بالكبة ما قديش لعدها وهي تقال لها الدرية قالت يا مودة تقيل عليك تقيل عندي صار يا مني دي اللي تم جزت الكبة تزت الكبة ويا سارة غيب طوبين قالت لي اختي في الغد امك انا نازك هزتها قالت لي انا ماشي امي قالت لي مني قالت لقيناها بالكبة ما قالت لك نغض حطها انا هاد ادتني هاد واحد المرأة تعبك خديني عند واحد السيدة صاحبتي ادتني عدم ملي داتني قالوا لها تكون تخرج قالت لي ملا وهي تقول لي اش تغديري تبركي معايا كنت تنسول لك ياك بقى طارية بقى عاقلة انا غنمشي لعندها عاودي لي انا هي غنمشي لعندها كنت تنسول لك قلت عند هذاك لقيتهم كيكميو الكيب كيشربوا والبسكين تتانية قال خرج زرقاك هي تزيد تسول عليا قلت اختي غديني قلت يا مالك قلت اختي كيك بيولا شيت وانا غادي تزبط عزم قلت يا ما نقدرش نديك غادي يكون قداتك انت من بعد هالعنوان غادي عندي هذاك النهار هي تقول لي غنشريو لك كروزة بغاو يطلبوا بيا قلت وين راه بعدا نعودو بعدا ندور شوية نجيو جبت مزينة واحد القهوة تغدينا صباطنا قد ايه تسري تلسي ينزي وانا نمشي هذا راه الحجرة مسيت لك الحجرة حتى تكبتي وبركتها وهي تخرج خرجت هي تصيبني جات قالت لي عبد الله قديمة تلقدي ما نجيش عندهم قدام عليك عندي شي ناس قدامها مشي ما تعدهم هي فاش خداتك هي من بعد ولات معاك ياك قالت لي غادي تطلعي انا بعد طريقتي هنا تقولي لي انا ما غنمشي معاك دي ظاهرة مزيان هاي هذيك مشيت انت ملي وليتي معاه دابا انا غنسولك سؤال وانت تعطيني انا نسولك وانت جاوبيني باش الناس تفهم من الاول ديالك ملي تلاقيتي بسارة ياك ولات معاك وعرفتي الحياة ديالها وعرفتي عندها وليداتها وتعشرتي انت وياها ومن بعد لالا درتو القناة وتضحكوا مع الناس كيفاش كتعامل معاك سارة مزيان ما كتضربكش لا كان انا كنتي كنت غادي نخرج الحقيقه وانا وليت كنبغيها نخرج انا كنكبش فيها كنكبش فيها شكون اللي كيكبش فيها انت انا كنكبش فيها وهي كي كتعامل معاك ما كتضربكش يا ولدي انا كنضربها وعند قلت لها ساره تعالي انتوي معاك تعالي يعني جات وانا نقول لها انت ما كنتش هتضرب عليك بارك بارك سكتي تقضي على هذاك بارك واخ واخ غادي تعاودي لي امي السعديه واش كيفاش كتعامل معايا دابا الناس واحد الناس متبعين كاينين الناس اللي تيقول لك اودي بلا دايرك انت وكتسترزق بك يعني كتجيب بك الفلوس يلا عطي الجواب ولا عرفتي جار جاب لي 10 ردت علي جاب راجل 10 ردت علي جات مراه عطاتني 4000 صاحبتي قطريه قالت لي ردي عليها رديت عليها عرفتي اللي عطا الفلوس عطاني كتقول يا ردي ما كتاخذش ريال من عند الناس جات واحد المرة للدار ديك اللي كبرت ولدي عطاتني 8000 كتسلم امي فلانة عطيها لها هي
عطاتها لي انا، قالت لي حنا مدبره نعطوها. وباش كتعيشي هي؟ شنو يعني داكشي اللي عارفه انت باش كتعيشي هي؟ شكوني ساره؟ ماذا باش كتعيش ملي كيجيو الفلوس هي؟ ساره كيفاش بغيتي كتدبر على راسها؟ مالا كتدبر على راسها؟ شمن خدمه كتخدم؟ ما كيفاش تعرفك ما عارفه داك سميتي سوقي ومهليه فيك هي؟ لا ونجيب لي الماكلة من وحدات الليل، دار وحدات الليل، وتخرج، وما تخلي ما تجيب، وهاب الكلاس، وتعبك الكرة، وتعبك الماء، وتعبك الضو، وتعبك المشاكل، ولادك تسكتيهم، الحمام، العسل، يدي ما تقضيات، 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 كنجيب الباب، هادي راه مطبيه، هادي ما تطرد، شي هدايا. واخا وهاد الناس دابا اللي تيقول لك اودي هي كتجيب الفلوس على ظهرك، وخليني تنقاد لك امي السعديه بشويه علينا انا وياك وحده وحده، انا مزروبين شوق تما كملنا صافي وحده وحده. تيقول لك هاد السيده كتجيب فلوس على ظهرك، هاد السيده كتضربك، هاد السيده كتكرفص عليك. عليك كبر مزحم يا عم، راه ما تربطني ولا خسرت ليا، الا داري لي غير هكا سامع خاطر دابا تقول لي الحمام كنقولها تنبغي، كنت مريضه ما نبغيش نمشي للحمام، وتبقى تطلب بيا كنقدر تعطيني الفلوس تقول لي هالفلوس ونودي عاودي معاه فايدي فايدي وتخرجني ديري القهاوي. المهم اللي بغيت نعرفها مهمتي انا، واخا هي مهلية فكي هاويلي مزيان هادشي هادشي السفن تدخل تقول لها عطيتها تفطر كنوض في الليل تلقاني عريانة، هذا هو الداري هادشي انا بايقة ندير ولا زيناتها شوف تغدي كتشوف الغلطات مسكين. واخا دابا دابا هاد سارة هادي ولات كتهضر هاد الايام وكتقول غادي ندي مي السعدية للخيرية، ما بقيتش قديت، اش كتقولي انت في هادشي؟ بغات ديك للخيرية. قلت لها واخا نموت الا بغيتي تاكلتيني غير ما خرجيني، انا عارفك غندبر على راسي، ولا بغيتي تديني الخيرية غنطيح من السلم، بما أن واكلة شاربة ما خلطاني التقي رأس أخوي غمشي أنا شيرة سرعة زيزة وأنا بها مرسة مالي لك. ودبا هي قلت لك أنا ضاري وعييت منها بغيت نديها الخير، ياش تقولي لات؟ إلا هي قلت لها عييتي مني نخرج، عندي صحاباتي، عندي صحاباتي كي موتوا لي وكمشي سعدهم دابا، عمري ممشي عمري مشي سعدهم، عارفة راسي غنزلت تراسي كتشي تحفالية في حد الختام راتي والبريل يجيبوا لي المنطا والعشاء ونبات واكلة سهربة وليني عارفيني نسيب. ودبا دبا دبا غتوريني اين هي فيهم؟ دبا غنقول لك الاولى ونقول لك الثانية. الاولى قلتي لي الا مشات تلحتني غنتحلى من الشرشم، هذه الاولى. والثانية قلتي لي لحتني عندي صحاباتي يهزوا بيا، دبا هنا الا غنشد انا وياك الاولى ولا الثانية؟ عاف شوية. قلت لها سارة غير قلتي لي غنديني الخيرية للعزازة راه غنكدبش عليك، إما خليني نخرج ما بغيتي راه غنطيح من السرقة، وخا تعطيني تتاه صافي أنا بغيت نموت، وسرا ولا بلاد وكلشي داخل فيا، ولعيبة طلع عرة ديال راسي ولعيبة طلع وحنا معاه، هذا راه حسد، هذا راه واحد صاحبتها شيخة كتعرض علينا بالعالي وتدينا، كتخليها تدخل تقول لي شفتي تبقيت معاه تخدم مع جدي، كنجي كنقول لها سارة هادي راه عرفت اش قالت لي، راه قالت لي بغاتني نقابل سبعات الولاد. يعني انت دابا سارة عزيزة عليك وما بغاش تفرقيها؟ يا ولاد تخاصمو. هي تخاصمو ما تفرقوش؟ وتخاصمو. ايه وكنقول لهم راه اللي الجيران الجيران اللي تبني مخاصمة مع سارة وما صار لنا، حنا راه بحال الشيخات تخاصموا الصلاة، بحال الشيخات نتخاصموا الصلاة. واخ أنا معاك أمي السعدية والله الكلام معاك زوين، هابقي معايا. مشاهدينا الكرام، مجموعة من الأسئلة في الموضوع طرحتناها معاها في الأول كانت الأسئلة اللي كتتعلق بالماضي ديالها، مجموعة من النقط اللي مقربين وناس اللي لهم تاريخ مع أمي السعدية عطوني مجموعة من النقط وهي جاوبت عليها فيما يخص المسار ديالها الأولي. فيما بعد أول لقاء ديالها بسارة مجموعة من الأسئلة
كتطرح طرحتها معها هي تفند مجموعه من الادعاءات وتقول في الاخير ان لا علاقه كبيره بساره. هنا كيطرح سؤال الخروج ديال ساره اللي كتقول لك مستعده غادي نديها الخيريه تبعوا معايا. سمعتي النقاش الاولي معاها هذاك التاريخ ديالها، الثاني انه العلاقه ديالها معاك انت وهي عندها حب كبير معاك، انت تناقشين الموضوع بلغه التهديد في اي لحظه كتقول غندير الخيريه كيفاش؟ بغيت نصحح لك، انا ما كنهددش وما عمر كان هاد الموضوع ديال هادشي اللي كاين دابا وهاد الضجه اللي كاينه دابا وهاد الفكره اللي ولات كتراودني بزاف، ما عمرها ما راودتني، وها هي مي سعديه دابا قدامنا، ما عمرني قلت ليها عندك الخيريه كاينه ولا لا مي سعديه، ما عمرني ما قلتها لها. هاد السيمانه الاخرى ضغطت بزاف من جهه الناس، من جهه العائله، من جهتي انا حسيت بواحد الضغوطات، ضغطت بزاف ما بقيتش قادره. ولدي جاه تسمم خطير ولا الخروج ديالو عزكم والله الدم ولا كيتقي الدم، مشيت ديتو لوبيتال بقى يومين في الانعاش و4 ايام خرج هذا. المهم ملي جيت للدار، سمحي لي مساعدي على هاد الهضره غير باش نوضح للناس، الا قلتها ما بغيتك تحسي بواحد النقص. ما حليت الباب حاشاكم كنشم ريحه البول، كنشم واحد الريحه اللي يعني رحنا بشر يعني راه حنا الا مساعديه امراه متقدمه في السن، اي واحد راه معاها الله عز وجل اجره محسوم ربي، هذا خير راه تبارك الله عندها عمر كبير وكبرات في السن. زيدي لقيتي انت هادشي شنو درت؟ ما حنا كنبقاو بشر يعني خصنا ما نظفناش راسنا وهذا. المهم بحكم هي مرا كبيره ما تقدر لا تتحرك لا والو، كندخل كنشم واحد الريحه اللي دخلت زربانه داخله على حاجه، داخله انا باش جايه من السبيطار نمشي انا للحمام نغسل حالتي وندي حويجات لولدي، كندخل كنلقاها هكا كنقول لها مالك، كتقول لي لا شنو عندي، ما هضرتش معاها، حيت لها الضفار ديالها، نقيتها دخلتها، كنت غير طرفتها شويه واخا كنت طرفتها وداكشي كنمشي كتجيني شي ريحه في عنيفي، دخلتها دوشت ليها جلستها، مشيت لقيتها ما كايلاش وضعافت، يعني كنقول لبنت خالتي علاش ما عطيتهاش، كتقول لي ما باغاش تاكل، كتقول لي ما كايناش معايا ساره ما ناكلش، انا كيفاش بنتي في السبيطار وانا ناكل في الدار. قلت لها واش باغا تموتي؟ اش وليت كنطلب؟ ما كاينش ماما تاهي نعسات في السبيطار مريضه، ولدي نعس في السبيطار، انا ما حيلتي ولادي الدخول مدراسي دابا كيمشيو في الصباح بكري المدرسه ما كاينش اللي قابلهم. امي السعديه من يوحى وليت نقول اش هاد الدوام انا فيها؟ امي السعديه كنت ديتها لواحد المستشفى دانا ليه واحد السيد، صدقنا وقع لينا مشكل مع واحد لانفيرميير، هزاتني دارت بيا شكايه، صدقت ديك الشكايه ولات عندي غادي عندي التقديم ديال باش غادي ندوز عند وكيل الملك، كيعيطوا لي الكوميساريه كيقول لي اجي راه غادا تقدمي، تنقول لي واش عندي الاعتقال؟ تنقول لي حنا ما عندناش الحق نقولوا لك وكيل جلاله الملك هو اللي عنده الحق واش يعتقل لك ولا لا. وليت في واحد الدوامه كيسطحني هذا الحيط ويعاودني الاخر. يعني اللي فهمت الضغوطات كلها هي اللي خلات انك تخممي انك تقدمي دار العجزه او الخيريه او خويا يوسف بغيتك تحس بيا. ولادي مدرسه ما كاينش اللي قابلهم، انا كنت هادشي كله مسيطره عليه مزيان. هادشي دابا اللي قلتي ليا قلتي لي واحد الكلمه زوينه، قلتي لي بغيتك تحس بيا، انا دوري كنقول لك الراي العام شنو تيقول، انا ما تنعطيكش قرار شخصي ديالي ولكن هاد الاسئله تطرح تندرجها معاك. هنا غادي نرد لك هاد الجمله اللي قلتي لي بغيتك تحس بيا، علاش الخروج ديالك انت في اللايفات ديالك في الطريقه كتصطدمي مع الراي العام بطرق شيئا ما مستفزه. ساره انت درتي خطوات ايجابيه تتحسب ليك، انت اللي درتي واحد فتحتي واحد الباب اطار المساعده الله يقبل اجرك مع الله عز وجل لهذه الام. من بعد درتوا القناه توفقتوا الطريقه يعني بالدعابه ديالها مع الراي العام، قبلوها الناس حبوها الناس ولا واحد الحب بيناتكم. الان دار عجزة، انا ما غاديش نقول لك واش انت قادره تخليها عندك ولا لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما فيهاش نقاش، ولكن السؤال الخرجات والمشادات ديالك مع الراي العام كتجاوبي وبالدارجه المغربيه كتعايري مع الناس، علاش هذا السؤال؟ ما دمتي درتي قناه وعندك واحد صله الوصل مع الراي العام، علاش ما تكونيش عندك واحد الطريقه سياسيه دبلوماسيه في التواصل مع الناس؟ والاجوبه من حقهم يسولوا على الشق المالي، واش كاين ربح ولا ما كاينش ولا، تواصلي مع الناس تكون عندك واحد الطريقه سلسه بدون تراشق في الكلام، الطريقه ديالك كتسبب ازمات مع الراي العام.
رأيك؟ انا ما كنتسابش، يعني نقدر نقول كندافع على راسي، لان لو كانت انتقادات بناءه على راسي وعينيا، يعني كتكون شي حاجه يعني انتقاد بناء، يعني راك تراجع نفسك. شنو واحد كيقول لك مثلا حطيت ستوري في ولدي كياكل لي زبيط في كارفور، هاد راس العجل ديال ولدك قداش ولا برزقت عمي سعديه، شنو غادي دير؟ طالع في لايف و الا شافوك غير لبستي شي حاجه وجات معاك فلوس سمي السعديه، حاطين غير فطور غير بسيط وكلي رزق امي السعديه، يعني كيفاش بغيتي تبقى جالس؟ راه غادي بالزمن انك غادي تتحرك وتهضر. قبل كانت معايا امي السعديه كنا عايشين بخير وعلى خير، كان بارطاجيو اي حاجه خايبه زوينه. امي السعديه نهار جات عندي جات اندفاعيه انفعاليه كل شيء فيها، واحد العصبيه فيها مسكينه بحكم داك الشيء الحياه ما نصفاتهاش، بحكم داك الشيء اللي داز عليها، راه ماشي سهله مرا عندها 90 عام غير خرجها من الدار للزنقه، كيفاش تكون النفسيه ديالها وهي كانت كاريه واحد البيت وكتدور فيه كيف ما بغات وهذا، يعني راه داز عليها العذاب. جات عندي للدار غادا تلقى واحد الولاد اللي هي كانت عايشه مولفه غير عايشه بوحدها مولفه، شي واحد يقرقب عليها هذا، يعني حنا ما بزاز باش تقبلنا وهي بزاز باش تقبلاتنا، حنا اللي امي السعديه عاشرتنا ودات من الطباع ديالنا، ولا تقول حشومه ولا تقول الحمد لله ولا تقول نهار اللي جات على حساب لونتوغاج اللي كانت فيه وعلى حساب من شب على شيء شاب عليه، تخسر الهضره وهذا. اما دابا راه كاين واحد الشونجمون، راه ما كاينش شي واحد غيقول لي برافو ساره، الوحيد اللي قال لي شابو ديالك هو الطبيب ديالها، ملي ديتها عنده كانت مريضه لقى عندها الفدق مفرق عليها النصران مع النعده، قال لي ارجون خاصها عمليه دابا الا ما داتش راه صافي، لقى عندها الحجر في المراره، لقى عندها الولسيس في الريه اللي السبب ديالو مشى لها الصوت ديالها، لقى عندها السنسول ديالها تكال ليها، لقى عندها تخثر ديال الامراض كاع عندها. قال لي شابو ديالك علاش؟ لان السيده عندها غدا في 94 عام وعندها هاد الامراض كامله وباقا كتهضر باقا كتاكل باقا. قال لي كيفاش؟ قال لي حيت لقى التهلو، قال لي كنلقى واحد كيجي عنده 34 عام ضاره المراره ما كينوضش من الفراش، انا كيعطوني الدواء ديالها ما كنعطيش لها كله في خطره، كنعطيها 3 ايام وكنسارحها 3 ايام، فهمتيني؟ غادي بواحد البروغرام انا تنقول الا تخليت على امي سعديه تقدر تموت، ولكن انا ما عارفاش شنو غندير لانني تعرضت لدابا ضغوطات. انا غادي نجاوبك على السؤال اللي طرحتي عليا ساره، علاش 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 ما تخليتيش على امي سعديه شحال هادي؟ كنا فرحانين ضاحكين وكان الناس البيبليك متقبلنا ومتقبل امي سعديه ومتقبل تخسر الهضره ديالها. انا ما يمكنش يا امي سعديه غادي نخلي حياتها كلها في تخسر الهضره، عندي وليداتي، راه كما كنقول ادم حشومه ويلي لا، كما كنقول امي سعديه حشومه ويلي لا، هي قدامي. حتى امي سعديه طبعت علينا ما بقاتش كتقول هضره خايبه، يعني ما كاينش واحد وصرار، كاين واحد شونجمون كوراج هادي ما كنسمعهاش، كنسمع غير مستغله كتستغليها، ديتي على ظهرها فعلتي على ظهرها تركتي على ظهرها. انا في هاد الظروف اللي انا ديت امي السعديه لوبيتال باش تعالج كنلقى واحد رده فعل من عند لانفيرميه خايبه، كنقول لها امي السعديه دايره السيروم، قلت لها عافاك اعتقيني امي كتبو الحشاكم في حويجه، دا معايا التواليت عزكم الله، قالت لي دارني ظهري وماشي خدمتي، وقالت بواحد الطريقه اللي مستفزه لانني انا هذه الام ديالي عندي حق ندير رده الفعل، درت رده الفعل هي قالت لي عندها، انا قلت لي عندنا احضروا البوليس. ملي جاو البوليس كتصور السيده خاصه في حاله مستعجله، الطبيبه كتقول لي السيده ارجون خاصها الكارديو دابا، المفرمليه بقات عاضه فيا وكتقول لا خاصنا دابا ندير متابعه قانونيه. البوليس جاو تنقول لهم راه المراه كتموت، قال لي خاص لانفيرمير تمشي تتابع. هاد المعطيات عطيتيهم لي في الفيديو السابق، يعني كان هذا من بين الاسباب. هذا من انا كنشرح لك ما بين الاسباب اللي خلاتني نفكر، يعني انا نقول لك عده بزاف القنوات اللي كيتابعوني كيقول لهم استغل امي السعديه ديها لدار العجزه السعديه مكرفصه عندك في الدار. بزاف الناس كان فيما ديتها للحمام كندابز مع الناس، كاين اللي ما كيبغيش يحك ليها امي السعديه، كاين اللي كان شكون اللي مخاصم معاهم؟ هذوك الناس هي اللي مخاصمه معاهم. لا لا مخاصمه معاهم، وبغاو يتخاصموا معاها وبغيت تكبس في المراه، قلت لها بغيت تكبسي معاها تعالي تكبسي معايا. انا صافي مهمتي واخا انا معك كملي. هي هذيك ام سعديه كان ديجا عندها مشاكل معاهم، ما عارفاش انا عندها مشاكل، كيقول انا ولات كضربني نفس خايبه، اللي شافها شوفها ناقصه ولا شي حاجه، امك هذيك ولا لا، كنشوف راسي ولا عندي مشاكل مع الناس بزاف. البارح ملي دخلت المحكمه كنشوف راسي غادا للحبس على ولادي، ولادي ما في خير، انا ما في خير، هي براسها ما في خير، الا مشيت انا للحبس هي براسها ما كاينش، راه غبرت عليها غير يومين لقيت ريحتها، راه لا فينا هما دوك الجمعيات يشوفوا ساره راه ولدها في السبيطار. واخا سمح لي انا
قلت لها علاش ما شفتيش الكروزه وديتيني المكان. قالت لينا في الحوار بعد قالت لك الطاس قلتي لا نمشي معاك. قالت لنا مرحبا واخا الوالده انا بديت كواحد القضيه ما كنخافش من المغفل. يا عيني انا عيني انا صبري كنخاف خوف من الله عز وجل والقانون علينا بالاحترام. لا غير الاحترام صافي صافي والخوف من ربي. بس تكون قبل كون ما يصير مشيت دايما سير كريتك تي تا راجل ابو اسكندر دابا تعيط لي تبغى خليكم يزيد انا رات لكم يزيد واخا موتي انا معاك كملي معي. ما عقلتش عطيتيني مجموعة من النقاط حول الإكراهات اللي سببت لك وبقات مع أمي السعدية صافي مشى ليا. لا أنا غادي نذكرك المعطيات الأخيرة اللي تكلمتي لي عليها هو الأسباب اللي خلاتك تخرجي بهذا القرار في آخر المطاف من واقعة المحكمة. من تما بدا كتشوفي الصعوبة ديال العيش مع أمي السعدية وتكون معاك في المنزل. صحيح هنا هاد المعطيات كل الرأي العام استوعبها. كاين واحد الشيء عطيتيه لي البارح أنا معاك أميمتي أنا معاك واحد نقاط أخرى عطيتيهم لي اليوم. الجواب اللي بغيت من عندك الآن هو القرار ديالك في أمي السعدية. القرار ديالي في أمي السعدية واحد القضية باش غادي نوضح للناس هي أمي السعدية ونوضحها لك حتى أنت. قلتي لي أمي السعدية ملي كانت عندكم مشاهدة طالعة علاش ما تخليتيش عليها وعلاش دابا باغا تخلي عليها؟ أنا ما غنتخلاش عليها ولو غادا تمشي غنبقى نمشي نشوفها فوقاش ما قدرت. هذه حاجه. والحاجه الثانيه انا قلت غادي أمي السعدية تمشي هي والقناه اللي خدمنا عليها حنا بجوج بينا بارباحها من نهار تنشات القناه. يعني حتى حاجه ما غتكون في جيبي. من نهار 23 في شهر 5 ديال العام اللي فات درنا هذيك القناه أمي السعدية وداكشي كامل غادي نحطو. اما داكشي اللي خسرت هذاك خليته خالصا لله عز وجل. القناه اللي كتكلمي عليها بهذه الطريقه هذه المده كلها اللي كتجي كتجمعي انت هذا الشيء اللي كتربحوا فيه لا كتخسروه بطبيعه الحال. كنخسر قلتي غنجمع ليهاش غتجمعي غادي نجمعوه غادي تكون الاحصائيات غادي نديرها ماشي مشكل. ديك الساعه انا نموت فيهم ونجيبهم نعطيها بانني باش نصفي نيتي لهاد المغاربه. انا ما كنستغلش أمي السعدية لان انا أمي السعدية راه عباد الله راه مش اللي جبتو في الدار راه هي شي حاجه كتدخل راسها راه حب لا يحكى ولا يكتب فهمتوني راه شي حاجه اللي هي راه ما شاء الله. لقيتيني بكره في حجره تما غتخرجيني تامي انا ما كنعرفش عربيه رانا بنت القاصه كنعرف كازا من طرف كروسي انا ما نمشيش معاك والله ما نمشي معاك لدار الخيريه. هي قالت لك ما غاداش للخيريه الجواب ديالك من هنا غنختم واخا موتي المهم ما عندك صعبه. 80 عام 80 80 عام اللي عندي وعام صافي وعام وهي كتقول عندي 90 لا ما عندهاش 90 ما عندهاش واخا انا واخا حيت دابا نهضر معاك بالمعقول راه ماشي ساهله راه هي كتنعس كنوض نقلبها واش ميته واش شنو خاصها شنو ما خاصهاش راه هي تقول لي راه امانه عندي راه خاص الناس تحس امانه راه ماشي نتوما كتشوفوها واش شي واحد يشوف الخير والسيده انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه انا ماشي الا خرجت تحت يدي وقعت لها شي حاجه تقول انت السبب. اقسم بالله والله شاد فوق مني وبغيتكم تكونوا نتوما شهود غتفوتني غير يومين غيعيطوا لي يقولوا لي ماتت وغادي شي غادي يدمرني انا حياتي كلها. نعم الا ما تاتش بغاتني تبقى على خاطره. اخر الكلمات اللي قالت أمي السعدية هو الا ما بقاتش بغاتني تبقى على خاطره. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.